بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فقد كنا وما زلنا في المقدمة المنطقية التي صدر بها الإمام الغزالي رحمه الله كتابه المستصفى في أصول الفقه، وقلنا سابقا بأن المنطق ينقسم إلى قسمين: التصورات والتصديقات. وقد انتهينا من الحديث عن التصديقات، عن التصورات، وبدأنا في الكلام عن التصديقات. وفي الدرس الأخير وصلنا إلى بحث التناقض، وبحث التناقض من الأهمية بمكان. التناقض باختصار شديد: إن صدق الأول كذب الثاني، وإن كذب الأول صدق الثاني. يعني عندك قضيتين، إحداهما صادقة، حتماً الأخرى كاذبة، حتماً الأخرى إيه؟ كاذبة. فأنا إذا قلت زيد قائم، نقدها إيه؟ ليس قائماً، مش كده؟ ليس إيه؟ قائما. إما أن تصدق زيد قائم فتكذب ليس قائما، وإما أن تصدق ليس قائما فتكذب زيد قائم. ومن هنا سيأتي لنا، أو في المنطق، بحث العكس. وفي السلم في المنطق العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية. لو سألتك ما الفرق بين التناقض والعكس؟ التناقض إن صدق الأول كذب الثاني، أو بالعكس، العكس إن صدق الأول صدق الثاني، إن كذب الأول كذب الثاني. يبقى الفرق بين التناقض والعكس إن التناقض قضيتان تصدق إحداهما فتكذب الأخرى، العكس قضيتان تصدق إحداهما فتصدق الأخرى. لأن العكس، العكس المستوي ليس أكثر من قلب جزئي القضية. صاحب السلم قال كده، قال العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية، والكم إلا كذا إلى آخره. قال طيب، يا ترى إيه فدنا التناقض ده؟ اللي لما تدقق النظر تجد أن التناقض يفيدنا في الاستدلال. أنت بتستدل بالقياس، أو زي ما الشيخ قال هنا بالبرهان، والبرهان ما كانت مقدماته قطعية. بيجي التناقض يفيدك في الاستدلال. قال يفيدني في الاستدلال إزاي؟ قال لي أنا عندما أتناظر مع الخصم فأجيب له القضية وهي صادقة، ومن خلال صدق القضية أبين له أن النقيض كاذب. فإذا كان هو مستمسك المناظر بالنقيض، أنا من خلال التناقض بينت له أن النقيض كاذب، أو بالعكس بينت له أن النقيض صادق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا شفاء في محرم، أو يعني موقوف على الصحابة: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فلما أجي أنا أقول عندي قضية لا شفاء في محرم، نقدها إيه؟ لا شفاء في محرم. يبقى إيه النقيض؟ شفاء فيما أحل. ها؟ يوجد شفاء فيما أحل. الشفاء فيما أحل، طبعا ده كلام الفقه مش كده. الفقه فيه كلام كثير،
هل يجوز التداوي بالمحرم ولا لا؟ الحنفية رجعوها في أول حاشية ابن عبدين، فيه كلام عند الحنفية في قضية التداوي بالمحرم، يعني ليست القضية على إطلاقها أن المحرم ليس فيه الشفاء، إنما الحنفية لهم تفصيل في هذا، وأعتقد برضو عند بعض الشافعية. انتهينا في الدرس الفائت إلى شروط التناقض، مش كده؟ مبدئيا في قاعدة منطقية بتقول حيثما انفكت الجهة فلا تناقض، حيثما انفكت الجهة فلا تناقض، وهذا يفيدنا كثيرا في فهم الكتاب والسنة. إن السيدات الهاي قوي بيجي لهم كده ارتكارية وغضب لما تقول بقضية تعدد الزوجات، فتقول لك لا لا لا، ده هو ربنا اشترط العدل. تقول لا تمام، بتقول لك بس ربنا قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يبقى ربنا قال العدل، وفي آية أخرى قال لنا إنكم لن تستطيعوا العدل، يبقى ما فيش تعدد الزوجات. وقضية تعدد الزوجات دي من باب النكات حلها بسيط جدا. أنا دائما بقول كده في المؤتمرات وبتاع، التعدد سبب النساء. أنا متزوج رحت أتجوز واحدة وهي عارفة أن أنا متزوج، بترضى بيا ليه؟ لو أن النساء امتنعنا عن الزواج من أزواج متزوجين ما يبقاش في تعدد، مشكلة عندهم هم. أنا متزوج بتقدم للزواج من واحدة فرضيت بيا، لو لم ترضى بيا ما كانش في تعدد، مش كده ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟ مرة بقى من باب الفكاهة كنت في مؤتمر، وكان المؤتمر ده عن تعدد الزوجات وحقوق المرأة، فدلنا 3 أيام كل النسوان الستات اللي انتوا عارفينها دول وأساتذة في الجامعات بس مش متخصصات وبتاع، كله على انه لا 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 الى اخره. اخر يوم راكبين الباص ففي دكتورة من تونس، هي دكتورة شاطرة جدا وست جميلة جدا في حيث الخلق والعلم وكذا، فباعتبار هي تخصص الشريعة وبتاع، فايه حملنا دعابة كده، فاحنا راكبين الباص قلت لها هي من تونس، قلت لها يا دكتورة أنا جاي تونس قريب وبعدين نريد الزواج من تونس وأنت عارفة إن أنا متجوز، قالت بعيوني. فكل الستات قاموا عليها في الباص زعيق وبوظت لهم، قلت لهم ما خلاص اللي انتوا عايزين تحكوا فيه 3 أيام. فالقضية ايه بقى اللي احنا عاوزين نرجع لها؟ ان ما كان القرآن ليضرب بعضه بعضا، القرآن مش هيقول لنا في مكان انه يجوز او يباح الزواج بشرط العدل، ويجي في آية تانية يقول لي مش هتقدر تعدل، حاشا لله، ده يبقى عبس. زي ما انا اقول لك ايه، اقول لك مثلا انك انت تحضر الدرس بتاعي بس بشرط انك تيجي من اول صلاة الفجر تقعد تحضر الدرس عندي لغاية الساعة 3 بالليل، وبعدين اقول لك مش هتقدر تعمل كده، مش كده؟ الله عز وجل منزه عن هذا. انما القضية انه العدل الاول يختلف عن العدل الثاني. العدل الأول في الماديات، المبيت، المأكل، المشرب، المصروفات، كذا كذا إلى آخره. العدل الثاني المنفي في الحب، في الميل القلبي، والميل القلبي ليس من التكليف. لما ندرس في المستصفى في قدام في شروط التكليف يقول لك أن يكون الفعل الذي تكلف به مقدورا عليه، يعني ربنا لا يكلفك بشيء أنت مش قادر عليه، لكن الميل القلبي أنت لا تقدر عليه. اللهم هذا قسمي فيما أملك
فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. ولذلك من الخطأ أنك أنت تسأل واحد تقول الحب حلال ولا حرام، ما يدخلش تحت دائرة التكليف. لا تقدر تقول الحب حلال ولا الحب حرام، لأنه لا يدخل، لأنه ليس من الأفعال الاختيارية، ليس من الأفعال. فعشان ما تتبسطش أو تفرح، إنما الحب الذي يدخل تحت التكليف أثره مترتب عليه، كان محرما يفضي إلى كذا، وإن كان كذا يبقى كذا. ولذلك فذلكن الذي لمتنني فيه، المفسرون مجمعون على أن لمتنني فيه في المراودة، هي لو كانت حبته وسكتت ما لامها أحد، إنما انتقلت من الفعل الجبلي إلى الفعل الاختياري اللي هو المراودة. خلاص. فبنقول هنا الحب أو هنا العدل، ولن تستطيع أن تعدلوا، هذا في الميل القلبي، وهنا اعدلوا هذا في الماديات، فانفكت الجهة فلا تناقض. فانفكت إيه الجهة فلا تنقض. الشيخ الغزالي الآن سيحدثنا عن شروط ستة للتناقض، بعض المناطق في الكتب الأخرى وصلها لثمانية، بعضهم جعلها في نقطة واحدة. سنرى ماذا يقول الإمام الغزالي الآن. يقول: النظر الثاني في شروط النقيض، وهو محتاج إليه، إذ رب مطلوب، شوف، لا يقوم الدليل عليه، ولكن على بطلان نقيضه فيستبان من إبطاله صحة نقيضه. حتة دقيقة جدا، أنا حسب علمي لم أرها إلا للإمام الغزالي. يعني تحط خط وتقدر تقول فائدة التناقض. يعني الإمام الغزالي في هذا السطر جعل التناقض من طرق الاستدلال. لكن أنت عندك قضيتين ربما لا تستطيع أنك تثبت إلا لما تبين أن إحدى القضيتين كاذبة، فيستبين لك أن الأخرى صادقة. شوف تاني بقول: وهو محتاج إليه. والعيال الوهابية يقولك المنطق حرام. ليه المنطق حرام؟ لأنه هو يعني لم يذق طبيعة العلم ولا هذا العلم. ما فيش كتاب من كتب الشريعة الإسلامية حتى من أئمتهم إلا هو يستخدم المنطق، رضي أم لم يرضى. وحتى ابن تيمية الذي ينسب بنقد المنطق، ابن تيمية قال المنطق لا يحتاج إليه الذكي، لأنه فطري، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به الغبي، لأنه قواعد عقلية، قواعد عقلية. وكان لنا شيخ الله يرحمه الشيخ إبراهيم خليفة، كان يقول لي أنا ما بذكرش المنطق، وكنت أجيب فيه 99%. ما بذكرش المنطق ليه؟ يقول لي كده هو بالعقل كده بجاوب في الامتحان بدماغي، ما ينفعش. يقول لك كان يقول لك ما ينفعش غير كده. يعني انت لما تجيب حتى لو ما بتعرفش منطق وجبت لك قضيه كاذبه هيبقى ناقضها بالعقل كده صادق، مش كده؟ فبقول: وهو محتاج إليه، يحط خط، إذ رب مطلوب لا يقوم الدليل عليه. تقدرش تقيم الدليل على هذا المطلوب، على هذه القضية. خلاص. ولكن على بطلان نقيضه، تبطل النقيض فيستبان من إبطاله، من إبطال النقيض صحة نقيضه. وضحت؟ تحفظها دي زي اسمك كده، دي تحفظها ايه؟ زي اسمك. قال: والقضيتان المتناقضتان يعنى بهما كل قضية أو كل قضيتين، إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى بالضرورة. شوف كلمة الإمام الغزالي دي كلمة لها مكانها، بالضرورة، يعني بداهة كده لازم كده، عقلا حتى مش عقل نظري عايز فكر، لا هو كده. يعني العلم الضروري زي ما في المواقف
العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد المخلوق إلى الانفكاك عنه سبيلا. ساعة ما تصدق القضية اللي تكذب الأخرى ضرورة. واضح؟ كقولنا العالم حادث قضية، العالم ليس بحادث نقيض. الطيب يا أستاذ، لو قلنا بأن العالم حادث صادقة، هيبقى النقيض ليس بحادث إيه؟ طيب. الطيب، ولو قلنا بأن العالم ليس بحادث صادقة، يبقى العالم إيه؟ حادث. إزاي بقى؟ اللي احنا هنا نتكلم من حيث ذات القضية، لكن اما تيجي تقول لي العالم ليس بحادث صادقة مثلا، العالم حادث كذب، اقول لك لا، ده قام الدليل الخارجي العقلي على ان العالم حادث فهي صادقة. اللي فالصدق هنا الذي يعتري القضية الاخرى ليس من ذات القضية، انما الصدق هنا هيعتري القضية من دليل عقلي خارجي. فهمتم؟ وإنما يلزم صدق إحداهما عند كذب الأخرى بشروط ستة. الأول، أن يكون المحكوم، تحفظ الشروط دي. واحد، أن يكون المحكوم عليه في القضيتين واحدا بالذات لا بمجرد اللفظ، فإن اتحد اللفظ دون المعنى لم يتناقضا. النور مدرك بالبصر، النور غير مدرك بالبصر. اللي الشرط هنا في التناقض اللي ان يكون النور في القضيتين واحد. انا لو قلت لك محمد عالم، نقضها ايه؟ تصدق دي فتكذب الاخرى او كذا الى اخره. طيب انا لو قلت لك محمد عالم زيد جاهل، تناقض؟ تقول لي لا، المحكوم عليه مش واحد. ايه علاقه ده بالتناقض؟ المحكوم عليه ايه؟ ليس امرا واحدا، مش كده؟ اذا اردت باحدهما الضوء وبالاخر العقل. النور مدرك بالبصر، الضوء النور الحسي. النور ليس مدركا بالبصر، قال النور العقلي، انا اردت بالنور العقل، ما فيش تناقض. ليه؟ قال لان الموضوع والمحكوم عليه ليس واحدا، مش كده؟ زي الايتين اللي احنا جبناهم. ولذلك انفكت، ولذلك لا يتناقض قول الفقهاء المضطر مختار، المضطر ليس بمختار. لما تنظر إلى كلمة المضطر بما في أذهاننا يبقى تناقض، المضطر مختار، المضطر ليس بمختار. قال لي وقولهم المضطر آثم، المضطر ليس بآثم، إذ قد يعبر بالمضطر عن المرتعد والمحمول المطروح على غيره، وقد يعبر به عن المدعو بالسيف إلى الفعل، فالاسم متحد والمعنى مختلف. خلاصة الكلام إن المضطر هنا غير المضطر هنا. المضطر ده اللي عنده اضطراب، المضطر التاني لا، ده انت حاطط السيف على رقبته وبتقول له اطلق الرصاص على فلان. خلاص؟ يبقى الشرط الأول أن يكون المحكوم عليه واحدا بالذات. اكتب على هامش عشان تحفظهم. الشرط الثاني أن يكون الحكم واحدا. لما بتقول العالم قديم، العالم محكوم عليه وقديم ايه؟ حكم. خلاص؟ العالم ليس بقديم. قال لي أردت بأحد القديمين ما أراده الله تعالى بقوله كالعرجون القديم. بس انت لما ترجع لكتب العقيدة تجد كلمة القديم تطلق بعدة إطلاقات. كلمة القديم تطلق على ما لا أول له،
الله قديم يعني ملوش أول، ملوش مفتتح، ملوش ابتداء. إخواننا الوهابية يقول لك لا ما تقولش الله قديم، تقول له طيب أنا أقصد بالقديم ملوش أول، دي في إيه المعنى صحيح؟ يقول لك لا قول هو أول. طب ما أول يعني برضو ملوش ابتداء، ملوش إيه ابتداء. يبقى دي كلمة القديم تطلق على ما لا مفتتح لوجوده، ملوش بداية. وتطلق كلمة القديم على المتطاول في الزمن. حتى في العرف بتاعنا كده واحد كان يا عم ده انت افكارك قديمة قوي، مش كده؟ وايه البدلة القديمة قوي دي؟ ده بدلك دي بقى ده مضل قديم قوي بقى له يمكن 20 سنة ما حدش بيلبسه. يبقى القديم هنا نسبي، واخد بالك؟ قال هو هنا لما قال العالم قديم يقصد انه مخلوق بقاله سنين وسنين، مليارات من الزمن، بيقدروا في العلم الفيزياء الان 17 مليار وكسور. لما تقول العالم ليس العالم قديم، وانا قصدت القدم الزمني، ما قصدتش انه ملوش ابتداء لوجوده. ولما انت تقول العالم ليس بقديم تقصد القدم الذاتي، هل ما فيش تناقض؟ ما فيش ايه؟ وكان الحوار قديما في الفلسفة وفي المنطق بين المسلمين والملاحدة قائم على هذا. كان بعض الملاحدة لما يعجز عن إثبات إنه العالم لازم يكون حادث وليه خالق، لأنه بالضرورة كده لما تسلم إن العالم حادث مخلوق لازم تسلم بخالق. لما كانوا يعني تزنقوا في الحتة دي، عارف تزنقوا يعني؟ مش عارف ما معنى تزنقوا؟ تضطره إلى أن الحادث لابد له من محدث. كانوا قديما يفرون لك لا العالم قديم، دلوقتي لا، ما فيش عاقل من العقلاء على وجه الأرض بيقول العالم قديم إنه ملوش بداية. كل الفلاسفة في أوروبا الآن حتى الملاحدة يقولون العالم مخلوق. العالم إيه؟ مخلوق. الثالث أن تتحد الإضافة في الأمور الإضافية، فإنك لو قلت زيد أب، زيد ليس بأب، لم يتناقض، إذ قد يكون أبا لبكر ولا يكون أبا لخالد. في الأصول الفقه وفي المنطق في حاجة اسمها النسب الإضافية، النسب الإيه؟ الإضافية، زي الأب وزي الابن وزي الأم. الأب نسبة إضافية، أنا أكون أبا لابني وأنا ابن لأبي، فأنا بالنسبة لأبويا ابن وبالنسبة لابني أب. فأنت بتقول زيد أب لعلي، زيد ليس أبا لخالد، هل ما فيش تناقض؟ لأن الإضافة مختلفة. يبقى أول حاجة أن يكون المحكوم عليه واحدا، اثنين أن يكون الحكم واحدا، ثلاثة الاتحاد في النسبة الإضافية. خلاص. وكذلك تقول زيد أب، زيد ابن، فلا يتعدد بالإضافة إلى شخصين، والعشرة نصف، والعشرة ليست بنصف أي بالإضافة إلى العشرين والثلاثين. العشرة نصف بالنسبة للعشرين، العشرة ليست بنصف بالنسبة للثلاثين، فيش تناقض. في كتب الأدب بيقولوا خمس وخمس، ستة أو عشرة، قولان قالهما الخليل وثعلب. تبقى ازاي بقى؟ قال له لما قرأ خمس وخمس عشرة، خمس وخمس ستة، خمس وخمس بس رح خطفاله كده، ستة أو عشرة قولان قالهما الخليل وثعلب. خمسة واحد
يبقى ستة. وكما يقال المرأة مولا عليها، المرأة غير مولا عليها، وهما صادقان بالإضافة إلى النكاح والبيع. في النكاح لها ولي، في البيع ما لهاش ولي، لأن لها شخصية مستقلة، لها ذمة مالية مستقلة. لكن طبعا الإمام الغزالي يتكلم باعتباره شافعي، لكن عند الحنفية لا يشترط الولاية في عقد النكاح. يعني أبو حنيفة عنده أن للمرأة أن تزوج نفسها من غير إذن وليها، مش كده يا سيدنا؟ كل الذي يملكه الولي أن يعترض إذا تزوجت من غير كفء. بس هل اعتراض يوقف الزواج؟ لا، لكن إذا اعترض على أن المتقدم غير كفء يمنع الزواج. يعني راح للقاضي قال له الواد ده بيمسح جزم، مع احترامي طبعا لكل، بيمسح جزم وانا بنتي بتعمل دكتوراه في 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 كليه الطب في امريكا، وهتتجوز الواد بتاع الجزم ده؟ قال له اه. فالقاضي يقول له لا ما ينفعش الزواج. طبعا هيطلعوا الاخوه بيقول لك ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وده اخ، والشغل الحلبنتيش اللي انت عارف. ولا زمان كانوا معظم العيال عند المساجد دول بيبيعوا سويكه ومش عارف ايه، في انا حاجات حضرتها بنفسي، اتجوزوا بنات ناس كتير والدنيا خربت، واللي بيدوا دروس دول ومش عارف قصص وحواديت كده بتاع. ليه؟ عايز اخ في الله وعايز اخت في الله والقضيه دي كلها. طبعا الدين مطلوب، لكن احنا بنتكلم على الكفاءة. وفي قضية تاني دجل، ان هم يروحوا، كان زمان الناس عندها وعي، الان معاك ايه يا ابني عاوز تتجوز البنت؟ يقول له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوج المرأة بما معها من القرآن، وانا حافظ جزء عامة. المهر لابد ان يكون مالا، نص القرآن. أما للنبي عليه الصلاة والسلام لما زوج الرجل بما معه من خاتم من حديد، وزوج الرجل بما معه من القرآن، الإمام الغزالي سوف يحكي لنا في قدام في قضايا العموم أن قضايا الأعيان لا عموم فيها، دي قضية عينية. النبي نظر إلى هذا الرجل لظروف خاصة، وإلى هذه المرأة لظروف خاصة، فقال له اتجوزها بخاتم، التمس ولو خاتما من حديد، وقعت عين. ولذلك بقول بتوع اصول الفقه يعملوا لنا رساله في وقائع الاعيان، احصروا لنا وقائع الاعيان وايه ضوابط وقائع الاعيان. لكن القاعده الاصوليه وقائع الاعيان لا عموم فيها. فالنبي حكم زي ما يعني ما بحبش اذكر، الاضحيه لها شروط. لما تيجي تضحي بديك وتقول لي اصله كذا، دي قضيه عين، وانت رجل بتاع شريعة وفقه وأصول، مفترض تبقى عارف ان قضايا الأعيان لا تعمم، مش كده ولا؟ احفظ القاعدة، قضايا الأعيان، القضايا الخاصة الشخصية لا عموم فيها. زمان كان في واحد في أصول الدين جه بيناقش الدكتوراه، وقبل ما يناقش الدكتوراه بشهر ولا اتنين جاله مرض السرطان، واتنقل المستشفى وبقى هيكل عظمي. الاطباء يقول لك قدامه شهر، الكلام طبعا من زمان، كانش الطب كمان تقدم مثل الان، قدامه شهر شهرين ويموت. جابوه حطوه على كرسي في اصول الدين وناقشوه، ما ناقشوش، يا دوبك قال بسم الله الرحمن الرحيم، خد الرساله يلا سؤال سؤال في خمس دقائق ناقشوه ادوا له الدكتوراه. نظرا لظرفه تبقى دي قضية عين، حاجة خاصة. ما تجيش انت بقى بعد منهم عايز تناقش تقعد خمس دقايق وتمشي، تقول ما هو فلان قعد خمس دقايق ومشي. يبقى قضايا الأعيان، وهيجي لنا الإمام الغزالي يذكرها في في العام والخاص، قضايا الأعيان إيه؟ قال لي لا عموم فيها. ها؟ بتقول إيه؟ اه مثلا. الرابع أن يتساويا في القوة والفعل. أبيتكلم كلام أهل العلم، وممكن تتكلم بكلام أهل العلم ولست
أن يتساويا في القوة والفعل، فإنك تقول الماء في الكوز مر، مش كده؟ عندكم كده؟ لا ولا إيه؟ لا مرون، معلش أصلاً النضارة ما بتبشي الآن أشوف كويس، أي بالقوة، وليس الماء بمرون أي بالفعل، مش كده؟ والسيف في الغمد قاطع وليس بقاطع، ومنه صار الخلاف في أن الباري في الأزل خالق أو ليس بخالق. دي شبهة، وخد بالك من باب الدقة، لن تستطيع أن تخرص ألسنة الملحدين في كل زمن إلا بعلم الكلام. كل الكلام اللي بيقال ده، وتعالى نعمل التفسير مش عارف العلمي، وتعالى نشوف ايه، كل الكلام ده علم الكلام ده رحم الله من ألفوه، هم الذين وضعوا الأسلحة التي تفتك بأي شبهة ترد على العقيدة. الشبهة ايه؟ انت بتقول الله خالق الكون، وميقول لك طب هو مش أزلي؟ تقول له أزلي، يعني مش هو موجود قبل خلق الكون؟ تقول الله، يقول لك يبقى خالق ازاي؟ يعني سبحانه وتعالى من صح التعبير، يعني في فترة مش خالق، قبل ما يخلق العالم، مش هو قبل العالم؟ مش قبل الكون؟ إذن قبل أن يخلق العالم في فترة، طبعا ما فيش فترة حاجة، بس أنا بعبر، في فترة زمنية إنه هو ليس بخالق. يعني الله قبل أن يخلق الخلق كان خالقا أو ليس بخالق؟ ليس بخالق، فين؟ ما فيش خلق. بالقوة. يبقى تقول قبل الخلق كان خالق، وده اللي وقع في ابن تيمية، ووقع فيه الفلاسفة، ومعظم أخطاء ابن تيمية في العقيدة جت من هذا، من دراسته للفلسفة بدماغه. ابن تيمية يقول أخص صفات الله الخلق، بيقول كده، أخص صفات الله إيه؟ الخلق. فازاي تقول انه في فترة ما كانش خالق؟ قلنا له يعني ايه؟ قال لا، العالم قديم بالزمان، نفس كلام الفلاسفة، علشان يجعل ان الله خالق في كل آن، حتى لا يعطل صفة الخلق عن الخلق. بنقول له لا يا شيخ، ده في خلق بالقوة وخلق بالفعل. انا الآن ولله المثل الأعلى اشرح المستصفى بالفعل، لكن أنا حطيت الكتاب قفلته ونايم في البيت، عندي قوة أشرح الكتاب؟ يبقى في شارح بالقوة، في شارح بالفعل، في خالق بالقوة، في خالق بالفعل، مش كده؟ في متزوج بالقوة، في متزوج بالفعل، وفي لا ده ولا ده، زيك كده. الرابع، الخامس، التساوي في الجزء والكل، فإنك تقول الزنجي أسود، الزنجي ليس بأسود. الزنجي لما تجيبه أسود، لكن تقول له افتح بقك واعمل سنانه وكده تلاقي سنانه بيضة، خلاص؟ يبقى لما أقول الزنجي ليس بأسود أنا أقصد الجزء، أقصد الأسنان، مش كده؟ وعنه نشأ الغلط. اوعى تزعل يا دي، انت هلا انت زعلان؟ لا. في اغنية عندنا في مصر زمان، اسمر اسمر طيب ماله، ولا سمار سر جماله، مدام ما هيناسبنا، مش كده؟ تسمع الاغاني بتاعت محمد قنديل زمان؟ لا، الاغاني حرام. حرام يا شيخ الاغاني؟ الغناء حرام ولا ليس بحرام؟ حرام؟ حرام مش عارف. قال ولم يعرف أن إذا قلنا زيد في بغداد لم نعني به أنه في جميع بغداد بل في جزء منها. أنت بتقول لهم في البلد، أنا في مصر، أنت في كل مصر، أنت في القاهرة، أنت في جزء من مصر ولست في كل إيه مصر، فتقول أنا في مصر
أنا لست في مصر، أنا في مصر في القاهرة، أنا لست في مصر في الإسكندرية، الجزء والكل. خلاص. السادس التساوي في المكان والزمان، فإنك تقول العالم حادث، العالم ليس بحادث، أي هو حادث عند أول وجوده وليس بحادث قبله ولا بعده، بل قبله معدوم وبعده باق. الصبي تنبت له أسنان، الصبي لا تنبت له أسنان، ونعني بأحدهما السنة الأولى وبالآخر التي بعده. وبالجملة فالقضية المتناقضة هي التي تسلب ما أثبتته الأولى بعينه عما أثبتته بعينه، وفي ذلك الوقت والمكان والحال وبتلك الإضافة بعينه، وبالقوة إن كان ذلك بالقوة، وبالفعل إن كان ذلك بالفعل، وكذلك في الجزء والكل. وتحصيل ذلك بألا تخالف القضية النافية المثبتة إلا في تبدل النفي بالإثبات. أما السطرين الأخيرين دول تحفظه، لأنه جمع لك كل الشروط وعرف لك التناقض، لملك الليلة من أولها. ماشي يا مولانا، مفهوم الكلام؟ قال لي الفن الثاني في المقاصد، وفيه فصلان. الشيخ هيتكلم عن البرهان، والبرهان عند المناطق ما كان مركبا من مقدمات قطعية. خلاص. هذا البرهان له مادة وله صورة، ولذلك أنا عاوز ألفت النظر لحاجة مهمة. أصحاب المنطق الحديث يعيبون على المنطق القديم بتاع أرسطو بأنه منطق سوري. سوري ليه؟ يقول لك أنت بتقول، مش بتقول العالم حادث؟ تقول له وكل حادث لابد له من خالق. تقول له لك العالم له خالق. أنت عملت إيدك صورة، ده أنت ركبت صورة. وده كان معظم صب غضب ابن تيمية على المنطق من هذا، أنه سوري ما فيش فيه جديد. المنطق بتاع بيكون المنطق الحديث، قالوا لا ده منطق مادي علمي تجريبي. الإمام الغزالي في الكلمتين دول بيرد عليهم، بيقول لهم لا، المنطق عندنا عند المسلمين منطق صوري ومنطق مادي. نحن لا ننظر في الصورة فقط، بل نحن ننظر في تركيب الماديات، بننظر في تركيب القياس. وذلك الإمام الغزالي يقول فصل في البرهان، في صورة البرهان، وفصل في مادة البرهان. يبقى هينظر فين الخلل في الصورة وفين الخلل في المادة. يبقى ما تقولش ان المنطق بتاع أرسطو صوري فقط زي ما هو شائع. فاهمين ولا مش فاهمين؟ طب فاهم يا شيخ شوي شوي. الفصل الأول في صورة البرهان. الفصل الأول ايه؟ في صورة البرهان. والبرهان عبارة عن مقدمتين معلومتين تؤلف تأليفا مخصوصا بشرط مخصوص، فيتولد بينهما نتيجة، وليس يتحد نمطه، بل يرجع إلى ثلاثة أنواع مختلفة المأخذ، والبقايا ترجع إليها. قال إيه ده بقى؟ القياس المنطقي اللي انت بتعرفه في السلم، مقدمتين ونتيجة. برهان قياس منطقي بيتركب من مقدمتين ونتيجة. العالم حادث، مقدمة صغرى، وكل حادث لابد له من محدث، مقدمة كبرى. العالم لابد له من محدث، أدي النتيجة، مش كده؟ بيقول وعبارة عن مقدمتين معلومتين، مش هتألف قياس من مقدمات مجهولة.
وعند المناطق متى سلمت بالمقدمات تسلم بالنتيجة. قال لي حتى لو كانت المقدمات خاطئة، حتى لو كانت المقدمات خاطئة ما دمت سلمت بالمقدمات. يعني أنا قلت لك العالم قديم، قلت لي أوكي ماشي، وكل قديم ليس له خالق، قلت لي أسلم. قلت لك العالم ليس له خالق، قلت لي لا ده الله موجود. ما أنت ما سلمت بالمقدمات، متى سلمت بالمقدمات تسلم بالنتيجة. لكنك لما تكون رجل عقلي تقول لا، لا أسلم أن العالم قديم، لا أسلم أن العالم ليس له خالق. ولذلك في السلم إن القياس من قضايا صورة مستلزما بالذات قولا آخر. يبقى القياس المنطقي غير القياس الأصولي. القياس الأصولي ظني، القياس المنطقي قطعي، وهو ما تركب من مقدمات توصل للنتيجة. بيقول عبارة عن مقدمتين معلومتين خلاص تؤلف تأليفا مخصوصا. تعرفين احنا عندنا في السلم، عندنا في السلم أربع أشكال. الشيخ الغزالي جاب ثلاثة بس وقال الباقي ملوش لازمة ويرجع إليه. عندنا الشكل الأول في المنطق، والشكل الثاني، والشكل الثالث، والشكل الرابع. حد حافظ السلم؟ في الشكل الأول له شروط هيجيبها هو الإمام الغزالي. إيه شرط الشكل الأول؟ الصغرى، وشرطه الإيجاب في صغراه، وأن ترى كلية كبرى. يعني المقدمة الصغرى تكون موجبة، والمقدمة الكبرى تكون كلية. فإذا جبت قياس من مقدمتين جزئيتين يبقى ما ينتجش. ولذلك الشكل الأول ينتج كلية وجزئية. يعني الشكل الأول ينتج المطالب الأربعة، فينتج الكلية والجزئية والجزئية، ينتج الكلية الموجبة والسالبة، وينتج الجزئية الموجبة والسالبة. الشكل الأول ينتج المطالب الأربعة، ينتج كلية موجبة، كلية سالبة، جزئية موجبة، جزئية سالبة. هيجيب هو فهم. قال تؤلف تأليفا مخصوصا بشرط مخصوص فيتولد بينهما نتيجة. الإمام الغزالي هنا أدق من صاحب السلم طبعا بكثير. الإمام الغزالي صاحب السلم ده راجل كده طيب، يعني من المقلدة بتاع ده إمام ده. في السلم قال إن القياس من قضايا مستلزما بالذات قولا آخر. الإمام الغزالي يقول لك لا، فيتولد بينهما. علشان الإمام الغزالي يركز كثيرا في هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى خصوصا تهافت الفلاسفة على أن العلاقة بين السبب والمسبب علاقة عادية فقط، فالنتيجة تتولد من المقدمات بخلق الله. ما فيش سبب ذاتي عند الإمام الغزالي في أول كتابه التهافت، قال هذا.